السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناة جي ار ام تيوب. النهاردة يا جماعة عودة باكت فانكام، طبعا ده السيرفر أنا مفعله قدام حضراتكم لحد 17 يوليو 2022. أول حاجة هتعملوها تفعلوا السيرفر على جميع ريسيفرات كيو ماكس H2 H2 ميني 4 H1 جميع الريسيفرات. طبعا زي ما حضراتكم شايفين بعد ما فعلنا السيرفر الباقة لونها أصفر، وعلى حسب بقى الريسيفر اللي مع حضرتك الباقة رجعت يا جماعة تاني. حاجة جميلة طبعا، قنوات OSN وشغل جامد، يعني هي رجعت امبارح يا جماعة الباقة، باقة OSN كل القنوات قدام حضراتكم بشغلها كله تمام. اللي ما يعرفش يعرف، واللي عنده الباقة موجودة وما يعرفش الباقة فتحت بس ربنا يديمها بقى يا جماعة. انتوا عارفين ان هي بأحوال شوية، بس هي حاليا شغالة. انا بقلب مع حضراتكم طبعا القنوات زي ما انتوا شايفين شغالة تمام، كل القنوات شغالة. طبعا انا عندي باللون الاصفر، ده كل واحد بقى على حسب الريسيفر بتاعه. ده سيرفر فان كام شغالة على سيرفر فان كام. ياريت يا جماعة تشتركوا في القناة ولايك، واي استفسار ان شاء الله هرد على حضراتكم. زي ما حضراتكم شايفين كل القنوات شغالة تمام، كله شغال قدام حضراتكم. انا بقلب على القنوات اهوت عشان ايه اوريكم، بس اهم شيء تكون مفعل السيرفر بتاع الجهاز الخاص بالجهاز. طبعا السيرفر معروف طبعا اللي عليه قنوات الارتي حكايات وافلام، قنوات باكت الاي ار تي، ده طبعا تبع السيرفر. يا رب الفيديو ينول على اعجابكم، وياريت تشاروه عشان كتير يعرف ويبقى عنده خبر. يعني حاجة كويسة وحاجة جميلة، بس يا رب تدوب. طبعا لما بيقفل بتبقى موجود باكت ار تي بس، وشكرا.